مشيت خرجت نصاوب شعري وجيت قال لي وليتي غزاله. قلت له شمن غزاله؟ زين مشى. دابا هادي غير بركه ديال سيدي ربي اللي خليها اللي عطيها لنا. ملي كنضحكوا هكايا جا وقت العشاء تعشى بحال الناس ما عنده حتى حاجه. باقا انا عاد غندير راسي المخده حتى نسمعوه كيقول لي سامحني. كنقول له صار سامحك شدرتي فيا، درتي فيا غير الزين. انت واحد الركن كبير في المغرب مشيتي، كنتي راجل سيدي طيبوبه والخياره مع كل شيء ماشي غير معايا انا مراته. واخا كنوض انا سبحان الله ولا كندير شي ملاحظه كيقول لي انا هادشي كله عندي سمن وعسل لان انا ما عندي ربي. هو سنقول لك فقت روحي مشا كنت بعتو مشيت في حالتي بركه لان عييت من خلاني يا لاله هو يدي هو رجليا. كل ما كنا شي هو كل ما كاع ما تكون امينه رشيد موجوده في الساحه الفنيه هو اللي مسيرني وهو اللي مأدبني وهو اللي كيعطيني النصائح. واياك وعندك عندك 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 تقول شي كلمه ماشي هذيك ملي كيكون شي استجواب في الاذاعه. واياك عندك قول ما مخليني شغنقول لك شغنقول فيه شغنحكي فيه كل فيه كل ما غنقول فيه كله في المنتهى ما عندي ما نقول. كان صحة جيدة وكنت كتير مالغي سا ما غعامل السن يعني هذا غير وفرم من عند الله نتيني. ولكن تبارك الله نحيا ستة الصباح كيوقف كيشرب قهيوة ويجلس قدام البيرو ما كيهمو حتى حاجة. ما يهمو اللي عنده ولا اللي ما عنده شيء ولا هذاك شرا. ملي نجي نقول له كنتي مشيت لدار كنتي كيقول لي هذاك الشيء ماشي شغلنا. بيعطيهم الله يكمل عليهم بخير. حنا عايشين واكلين شاربين الحمد لله. يعني راجل في منتهى نقول لك يعني العظمة لله الواحد القهار. ربي كان عاطي ذاك الراجل واحد سنقول لك جامع فيه كل حاجة مزيانة في العالم عاطيها ربي لذاك الراجل. ماتي أي الله يرحمه برحمته تعالى. وليت نسمع الله يرحمه الله يرحمه.